بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع ابتدائي في درس جديد من خدمة دروس بعنوان المغناطيسية، تحديدا ما المغناطيس الكهربائي، ما المولد الكهربائي، وسيقدمه الأستاذ أحمد عسيري. من خلال عنوان اليوم ما المغناطيس الكهربائي وما المولد الكهربائي، ماذا تتوقع أن تتعلم وما الشيء الذي تتوقع أن نتطرق له في درس هذا اليوم؟ سنتعلم بإذن الله تعالى: 1- توضيح استخدام التيار الكهربائي لصنع المغناطيس. 2- تبيين تركيب المحرك الكهربائي. 3- وصف كيف تعمل المولدات الكهربائية. لو كان لديك قطعة من الحديد وطلب منك صنع مغناطيس من هذه القطعة، فكيف ستصنع مغناطيس من هذه القطعة؟ وهل تستطيع فعل ذلك؟ ربما سيخطر ببالك وصل قطعة الحديد بقطعة مغناطيس، أو دلك قطعة الحديد بمغناطيس، أي مغناطيس الحديد. ولكن هل هناك طريقة أخرى لصنع المغناطيس؟ هذا بإذن الله ما سنتطرق له في درس اليوم. عرفنا سابقا أن التيار الكهربائي عبارة عن تدفق شحنات. إذا سارت الشحنات في الموصل فهذا تيار كهربائي، التيار ينتج عن حركة هذه الشحنات. حركة الشحنات هل لها تأثير؟ عند مرور تيار كهربائي في موصل ينتج حول الموصل مجال مغناطيسي، ينتج حول الموصل مجال مغناطيسي نتيجة حركة الشحنات. حركة الشحنات تسبب في تكون مجال حول السلك أو حول الموصل. إذا عند مرور تيار كهربائي في سلك ينشأ حوله مجال مغناطيسي. لاحظ، إذا عملنا السلك كلفة أو مجموعة لفات فإن المجال سيزداد وتصبح خطوط المجال كثيرة داخل هذه اللفات. إذا مر تيار كهربائي في هذه اللفات فإنه سيحدث حول السلك أو الموصل مجال مغناطيسي. إذا عند لف سلك على شكل حلزوني وبمرور تيار في هذا السلك يصبح المجال أقوى، وكلما زادت اللفات كلما كان المجال أقوى. تعمل كل لفة وكأنها مغناطيس صغير لأن فيها مجال. إذا يوجد عندي مغناطيس، مغناطيسان، 3 4 5، عدة لفات يعني عدة مغناطيسات. إذا كل لفة تعمل كأنها مغناطيس صغير ويحدث تجاذب وتنافر على طول الملف في نفس الاتجاه، يعني خطوط المجال لها نفس الاتجاه في داخل هذه اللفات. إذا وضعت قطعة من الحديد، نقول قلب حديدي، في وسط هذا الملف من الأسلاك ومر تيار كهربائي، فإنه سيحدث مجال، وهذا المجال يؤثر على القلب الحديدي، وأيضا القلب الحديدي يؤثر على المجال. المجال سيقوى إذا وضعنا القلب الحديدي لأنه يتنظم، لأن هذا القلب الحديدي سينظم المجال المغناطيسي.
إذن القلب الحديدي يساعد في تنظيم وتقوية المجال المغناطيسي أكثر. إذن إذا وضعنا قلب حديدي وكانت اللفات كثيرة فإنه سيصبح عندي مجال مغناطيسي قوي. بالتالي القلب الحديدي سيصبح مغناطيس لأنه في وسط مجال مغناطيسي، فأنا بهذه الطريقة أعمل مغنطة لهذا القلب الحديدي فيصبح مغناطيس. إذن يصبح مغناطيس عند مرور التيار الكهربائي فيه. لماذا؟ لأن جزيئات القلب الحديدي تترتب، يصبح فيها جزء قطب جنوبي وجزء قطب شمالي كأنه مغناطيس، لأن التيار الكهربائي يعمل لي مجال مغناطيسي، وهذا القلب الحديدي في وسط المجال المغناطيسي يصبح مغناطيس. إذن إذا مر تيار كهربائي في السلك فإن القلب الحديدي سيصبح مغناطيس، لأن الجسيمات تنتظم وتساعد أيضا في تقوية المجال المغناطيسي. أختبر نفسي كيف يمكن زيادة قوة المجال المغناطيسي لمغناطيس كهربائي، ما الطريقة التي أستخدمها لزيادة قوة المجال المغناطيسي لمغناطيس كهربائي. إذن يمكن زيادة قوة المجال المغناطيسي بزيادة طول السلك وعدد اللفات. كلما كانت اللفات أكثر كلما كان المجال أقوى كلما ازدادت قوة المغناطيس. أو زيادة حجم القلب الحديدي، أجعل حجم القلب الحديدي أكبر بالتالي سيعمل على تنظيم المجال المغناطيسي بشكل أكبر وتقويته بالتالي. أو زيادة التيار المار في السلك. إذا لدي ثلاث طرق، إما زيادة طول السلك وعدد اللفات، أو زيادة حجم القلب الحديدي يعني أجعل القلب الحديدي أكبر حجما فيزداد قوة المغناطيس، أو زيادة التيار المار في السلك فسيعطيني مجال أقوى وأكبر. انظر إلى هذا الجهاز، ماذا نسمي هذا الجهاز؟ هذا الجهاز نسميه محرك كهربائي لأنه يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية، وهذا المحرك يستخدم المغناطيس الكهربائي. دعونا نرى كيف يستخدم المغناطيس الكهربائي. يوجد في المحرك مصدر للطاقة الكهربائية، ويوجد مغناطيس، ويوجد ملف سلكي. إذن هذا مغناطيس قطب شمالي أحمر وقطب جنوبي أزرق، وملف سلكي بينهما، ومصدر للطاقة الكهربائية. كيف يدور هذا الملف؟ إذا مر تيار كهربائي في هذا الملف فإن الملف سيصبح لديه قطبان أيضا، قطب شمالي وقطب جنوبي. سيتنافر القطب الشمالي مع القطب الشمالي للمغناطيس، ويتنافر القطب الجنوبي مع القطب الجنوبي للمغناطيس، ويدور هذا الملف فيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية. إذن يزود مصدر الطاقة المحرك بالتيار الكهربائي، ويمر التيار في هذا الملف ويكون في الداخل مغناطيس كهربائي. المغناطيس الكهربائي سيتنافر مع هذا المغناطيس الموضوع في المحرك. يتحرك المغناطيس الكهربائي جيئة وذهابا بتأثير المغناطيس الموجود داخل المحرك، لأنه سيتنافر القطب الشمالي مع القطب الشمالي والقطب الجنوبي مع القطب الجنوبي، ويستمر الملف في الدوران داخل المجال المغناطيسي
لأن الملف له مجال مغناطيسي والمغناطيس أيضا له مجال مغناطيسي يؤثر عليه ويجعله يدور. لاحظ هذا الجهاز الذي يتحرك بفعل تأثير الهواء، ماذا نسمي هذا الجهاز؟ ماذا نسميه وفي ماذا يستخدم؟ هذا الجهاز هو مولد كهربائي. المولد الكهربائي يحول الطاقة الحركية في الرياح مثلا أو الماء إلى طاقة كهربائية. إذن هو يعمل عكس المحرك، هو يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. لاحظ معي هنا مروحة تتأثر بطاقة الرياح الحركية أو طاقة الماء الحركية فتدور، هذا محور دوران، وهنا ملف سلكي موضوع في مجال مغناطيسي. لاحظ مغناطيس قطب جنوبي وقطب شمالي وبينهما ملف سلكي. إذا دار الملف السلكي بتأثير الطاقة الحركية للمروحة فإن الإلكترونات داخل السلك تتحرك، الإلكترونات داخل السلك تتحرك، هذه الشحنات إذا تحركت تعطيني تيار كهربائي. إذن المجال المغناطيسي يولد تيار كهربائي عندما يتحرك الملف السلكي في هذا المجال. إذن عندما يتحرك محور الدوران يدير الملف بين قطبين المغناطيس، فالمجال المغناطيسي يولد تيار كهربائي نتيجة لهذه الحركة. تستمر الحركة في المجال المغناطيسي وهذا الحركة تدفع الشحنات لتسري في السلك. كيف تحول المولدات الكهربائية الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية؟ إذن في المولد الكهربائي كيف تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية؟ يتحرك الملف بين قطبي المغناطيس، يكون الملف داخل قطبي المغناطيس، تتحول الطاقة الحركية في الملف إلى طاقة كهربائية داخل أسلاك الملف. أيضا تختبر نفسي كيف تتشابه المحركات والمولدات الكهربائية، يعني ما هو الشبه بين المحرك والمولد الكهربائي. مع كلاهما يستخدمان ماذا؟ تتشابهان في وجود ملف ومغناطيسات ومحور دوران. إذن كلاهما يستخدمان ملف ومغناطيسات ومحور دوران. وصلنا إلى التقويم الختامي. لدينا مصطلحين في اليمين وأربع جمل في اليسار، المطلوب توصيل المصطلح المناسب بالجملة المناسبة. المصطلح الأول المغناطيس الكهربائي، ما الجملة التي تناسب المغناطيس الكهربائي؟ يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. إبرة خفيفة مغلقة يمكنها تحديد القطب الشمالي المغناطيسي، أداة تصبح مغناطيسا عند مرور التيار الكهربائي فيها، يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية. ما الجملة المناسبة للمغناطيس الكهربائي؟ هل اخترتم الجملة الثالثة؟ أحسنتم، المغناطيس الكهربائي أداة تصبح مغناطيسا عند مرور التيار الكهربائي فيها. المولد الكهربائي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، أم أنها إبرة خفيفة مغناطة يمكنها تحديد القطب الشمالي المغناطيسي، أم يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية؟ المولد الكهربائي، هل اخترتم الجملة الأولى؟
أحسنتم، يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. تعلمنا اليوم في ما المغناطيس الكهربائي وما المولد، تأثير التيار الكهربائي وأن له مجالا مغناطيسيا، عدد لفات السلك تعطينا مجال أقوى، أيضا القلب الحديدي كلما ازداد حجمه كلما كان المغناطيس والمجال المغناطيسي أقوى. المغناطيس الكهربائي عبارة عن قلب حديدي داخل عدد من اللفات، المحرك الكهربائي يستخدم المغناطيس، والمولد أيضا يستخدم المغناطيس ويولد الطاقة الكهربائية من الطاقة الحركية داخل المجال المغناطيسي. بكذا نكون وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم، أأمل أن نكون قد استمتعنا واستفدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.